بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة احلى تورتاية لأحلى عيد ميلاد بمقادير بسيطة جدا 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 والتكلفة اقتصادية جدا جدا جدا. احلى تورتة لأحلى عيد ميلاد تقدري تعمليها في البيت، وخصوصا لو اول مرة تعملي التورتاية في البيت. تابعيني في الفيديو ده ان شاء الله هتعمليها وهتبقى معاكي تحفة جدا جدا. دي كانت تورتاية عيد ميلاد ابني، تابعوا معايا الطريقة والمقادير. بس قبل ما نروح، يا ريت اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. طبعا عندي هنا اول حاجة في المقادير طبعا طريقة عمل الكيك. انا هسيب لكم الفيديو بالكيك بالتفصيل، الخطوات بالتفصيل في الديسكريبشن او في صندوق الوصف. بس انا قلت لك اجيب لكم كده على السريع طريقتها في السريع علشان خاطر ما تتهوش او علشان ما تدوروش. اللي حابب يعمل الطريقة يعملها بمنتهى السهولة. زي ما انتم شايفين كده، جبت البولة حطيت فيها 4 بيضات، معلقة كبيرة من الجل، نص كوباية من السكر او كوباية لربع، معلقة صغيرة من الفانيليا، كوباية ونص من الدقيق، ونص كوباية من الكاكاو المر، الكاكاو الخام. هضربهم بالمضرب كده زي ما انتم شايفين لمدة ربع ساعة لحد ما اوصلهم للقوام الكريمي ده. بعد كده نزلتها في حلة مقاس 22، عشان ما عندي الصينية مقاس 22 او على حسب انت محتاجاها كم طبقة. دخلتها الفرن ده على درجة حرارة 180 لمدة ساعة الا ربع بعد ما استوت، وسبتها في التلاجة ترتاح حوالي 3 ساعات ترتاح. بعد كده جهزت عندي بقى زي ما قلت لكم التورتاية اقتصادية. المقادير اللي معايا 20 جنيه كريم شانتيه خام، عندي شوكولاتة بيضة ما احتجت لهاش، وشوكولاتة دارك ب10 جنيه، شوكولاتة دارك ب5 جنيه كريز، واخدت المية بتاعة الكريز او الصوص اللي كان موجود في قلب الكريز او السيرب اللي كان موجود في قلب الكريز، ضفت له حوالي ربع كوباية من اللبن. اداني صوص هايل جدا جدا. مش عايزة تعملي ده، ممكن تعملي سيرب خفيف اللي هو عسل، قصدي سكر ومية على النار لمدة 10 دقايق، نص كوباية سكر ونص كوباية مية على النار لمدة 10 دقايق، هيبقى معاكي سيرب خفيف تسقي بيه. ما عندكيش، عندك شربات الكمبوت حلو قوي وهايل جدا. المهم احنا قلنا اقتصادية، فبنحاول ان احنا يعني نستغل كل حاجة موجودة معانا. طبعا كمية الكريمة اللي موجودة معايا ربع كيلو هيظبط معايا التورتاية بتاعتي. حطيت الكريمة زي ما انتم شايفين كده في قمع الحلواني، وانا هسيب لكم اللينك بتاع طريقة الكريمة بالتفصيل عملتها ازاي برضو في صندوق الوصف. اديت للطبقة الاولى كريمة زي ما انت شايفة كده، ضروري جدا تعمليها بالقمع بتاع الحلواني عشان تديكي قوام متناسق مع بعض ويبقى كله نفس الحجم او نفس الارتفاع. بعد كده جبت تاني طبقة معايا من الكيك وسقيتها برضو بالسيرب اللي موجود معايا، وبرضو هنزل عليها بطبقة الكريمة. زي ما انتم شايفين الكيكاية كلها يعني 4 بيضات على السكر على الفانيليا، كله 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 كده تقريبا ما كملش 50 جنيه، او يعني يقولوا بالظبط كده قفل ال50 جنيه بال يعني ببقية التزيين بتاع الكيك. ادي كده تالت طبقة من الكيك بتاعي. بعد كده هنزل بقى باخر طبقة من الكريمة اسقيها الاول زي ما انتوا شايفين اخر طبقة. لو ما عندكيش السكينة دي اللي تعرفي توزعي بيها الكريمة كويس، تقدري باي حاجة كده سطح املس تكون طرية شوية ان انت تساوي تسحبيها كده من الطرفين وتساوي الكيكاية بتاعتك او تساوي التورتاية بتاعتك. ضروري جدا 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 الخطوة دي علشان تطلع معاك التزيين في الشكل النهائي، يكون شكله متناغم مع بعض ويكون شكله كويس، ما تطلعش معاكي بشكل عشوائي وتبقي تعبتي وصرفتي وفي الاخر الشكل ما يبقاش معاكي مظبوط. حاولي على قد ما تقدري توصليها للمرحلة اللي انت شايفاها دي، ولو قدرتي احسن من كده يبقى هايل جدا جدا. انا حاولت واجتهدت الحقيقة يعني عشان اوصلها للمرحلة اللي انتوا شايفينها دي بالسكينة اللي موجودة معايا. بعد ما وصلتها بقى للمرحلة دي هجيب معايا الشوكولاتة الدارك. سيحتها ازاي؟ جبت شوية مية مغلية حوالي 50 ملي من المية المغلية على 200 جرام او 150 جرام من الشوكولاتة الدارك، ودوبت الشوكولاتة بعد ما قطعتها مكعبات صغيرة. دوبت الشوكولاتة في المية المغلية، ما عملتش اي حاجة تانية، هي مية وشوكولاتة بس يكون نوعية شوكولاتة كويسة. يعني القالب اللي هو ب15 جنيه او 17 جنيه انت هتاخدي نصه
بس يعني تقريبا كده 8 جنيه او 9 جنيه للشوكولاتة اللي انت شايفاها دي. هنزل بقى بيها كده، هغطي بيها سطح التورتاية بتاعتي من فوق، وهسيبها تنزل الشوكولاتة من الجناب. كمان انا ما خدتش الشوكولاتة كلها كمان، يعني انت لو الحاجة موجودة عندك هتقدري توفري فيها. هدخلها بقى التلاجة لمدة 10 دقايق لحد الشوكولاتة ما تمسك، قبل ما احط عليها اي اضافات، عشان اي اضافة هحطها عليها وهي لسه كده الشوكولاتة سايحة، الشوكولاتة هتاخدها وهتنزل فهتغلبني وهتقرفك وانتي بتزينيها. بعد كده حطيت الكيكاية بتاعتي او التورتاية بتاعتي على طبق التقديم، لان المرحلة دي انا ما ينفعش اعملها وهي على الطبق اللي انا كنت بزين عليه او كنت بعمل الكريمة عليه. جبت كده حطيت من تحت القاع بتاع التورتاية، حطيت الوردات اللي بالشوكولاتة دي عشان اداري القاع بتاع التورتاية، وبعد كده جبت اللي هو الشوكولاتة اللي شبه الام ان ام او شبه الشيكو بون كده بس جواها سوداني شوية، برضو كده جبتهم برضو من عند العطار بحوالي 5 جنيه او 6 جنيه، زبطوا معايا التورتاية. عايز اقولك التورتاية كلها على بعضها بمنتهى الامانة ما تكلفتش 50 جنيه، يعني تقريبا كده قولوا 50 جنيه. طبعا الكريز علشان يكفي معايا فانا قسمت الكريز 2، الواحدة على 2، يعني جبتها داير ما يدور كده على التورتاية بتاعتي من فوق زي ما انتوا شايفين. اتفضل معايا تقريبا حوالي 3، قطعتهم وعملتهم وردة في النص، وبعد كده جبت بقية الشوكولاتة اللي موجودة معانا دي وحطيتها بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا انا كان معايا شوكولاتة البيضة بس انا ما احتجتلهاش، بس ابني بقى صمم ان انا لازم احشرها وخلاص، فانا اديت لها من فوق كده بس ما جبتها لكوش لان هي الصراحة ما كانش ليها اي لازمة. اديت لها من فوق رشة كده من الشوكولاتة البيضة، بس هي كانت كده كان شكلها جميل وكانت احلى كمان. زي ما انتوا شايفين حطيت لها الشوكولاتة البيضة، شكلها ما كانش حلو ما عجبنيش، قلت يا ريتني ما سمعت كلامه وحطيتها، بس يلا مش مشكلة بقى، هو عيد ميلاده هو وانا عملت اللي يريحه. بس انتي مش ضروري ابدا تحطيها، يعني هي من غير الشوكولاتة البيضة كانت حلوة جدا. دخليها بقى التلاجة لمدة 2 ساعة قبل ما تقدميها، لحد ما الكريمة تمسك وتبقى مظبوطة معاكي كويس جدا جدا، عشان وانتي بتقطعيها الكريمة من جوه ما تبقاش سايحة، لا هتبقى متماسكة والطبقات هتبان معاكي مظبوط قوي 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 لو سبتيها ترتاح. زي ما انتوا شايفين التورتاية تقريبا ب50 جنيه، حاجة هايلة وتحفة ومعمولة في البيت بمنتهى البساطة والنظافة. اتمنى طبعا ان هي تكون عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسينيش شير ولايك وسبسكرايب. شكرا ليكم، سلام عليكم ودمتم امنين يا احلى متابعين.